شو الأستاذة عم تبكي؟ والله يا جابر نجوى بنت قصور، وأنت كتير يا أخي قسيت عليها. لك حاجتك الواحد بيطلع بيقول لي قسيت عليها وقسيت علي، لا عاد حدا يعمل لها محاضرات. خلص خلص فوتي البنت لجوا، كله صار بده ينظر هلا. يعني شو؟ ها؟ حطي حالك بمحلي، الله وكيلك بتصير تشكي بالهوا اللي عم تتنفسي انه مسموم كله نحس. انت اخر واحد بيحكي عن النحس. عارف مين المنحوس يا جابر؟ وحده زيي كانت عايشه ببيت اهلها معززه مكرمه، مش ناقص عليها اشي. بيقوم بيجي الزمن النحس بيعرفها على شاب فقير معتر ما معه ياكل، بس حبته وقاتلت الدنيا كلها عشانه، وقالت لأهلها إذا بتجوزوني غيره بموت حالي. وبليلة نحس بتضب أغراضها بشنطة صغيرة وبتطلع معه عشان تعيش معه بالفقر والذل والتعتير. عرفت مين المنحوس يا جابر؟ عرفت مين؟ شافي رجعي على البيت العز اللي جيتي منه وخلي هالبيت يعمر. يلا هلا جاي تحكي هالحكي؟ هلا بدك البيت يعمر يا جابر؟ يعني إذا أنا طلعت منه بيعمر؟ لا يا سيدي ما بيعمر. بتعرف كيف بيعمر؟ إذا أنت طلعت منه، لأنك أنت النحس ولا حد فينا هو اللي ناحسك، أنت اللي ناحس حالك منك وفيك. بس كيف ما عاد بدي أسكت على قولتك. جابر تبع زمان خلص، وأنا كمان نشوة تبعت زمان خلص. أنا ما عاد بدي أسكت جابر. زمان لما كنت أسكت لك عشان مرباي كنت أحط لساني في أمي، أما من يوم ورايح لا، أنا ما رح أسمح لك إنك تحملني كل أخطائك وكل إشي صار معك. ما رح أسمح لك. ولك تسمحي ولا ما تسمحي ان شاء الله ستين عمرك عم تفهمي ولا سرماي. لك يا جابر حاج بقى حاج، تركيه مرت عمي، تركيه مثل العادة، خليه في الشغل لجابر حرام. ولك شو تذكري ما تذكري؟ ولك انا حاسك انك انت سبب نحسي ولا؟ انا هيك حاسك وانت سبب تعاسي وانا هيك حاسستك. حلو حلو، يطلعي برات بيت يلا جابر. كم يستر على عرضك؟ لا تتدخلي. لك شو لا اتدخل؟ شو لا اتدخل؟ انت جنيت؟ ايه انا جنيت، منيح الحكي جنيت. لك انا خطر لي خاطر وحكيته خربت الدنيا يعني. اه خربت الدنيا، خربت الدنيا لانه ما بحق لك تفكر في هيك يا جابر. ولك انا بحق لي فكر هيك حتى بامي. يا جابر انت اكيد مالك بوعيك. ولك انا اكثر مره بالدنيا بكون فيها بوعي، أنا أكثر مرة بحياتي بكون فيها بوعي. إذا بوعيك معناها صاير قليل أدب وأنا ما ربيتك منيح. لك ربيتيني أنا وحدة ترفع صوتها بخلقتي. ليك عم ترفع صوتك على أمك. يلي برا ولك يلي برات هالبيت خليه ينضف ولا يلي برا. ركا ركا هاي بنتي، يا بطلع أنا وياها يا بطلع أنت. ولك لا تتدخلي يا بنتي لا تتدخلي. خلي صوتك، أنا طالع أنا وبناتي الدنيا وراجعين على بيتنا. بس يا شعائر الرحمن لا تكبتها. امشي امي لا تطلعي، لا تطلعي سبب يا الله. مرتك امشي غير ما تتدلع. يلا يلا ارتكب. انا ما عم بحكي معك، انا عم بحكي معي الناقصة. الناقص اللي ما بيحفظ كلام اهله وما بيرايح حرمك بيته. امشوا يا بنات. يا حدا يمشي انا ما امشي ويحرم علي فرجيك وشي من يوم رايح. عم تفهموا؟ كسبب يا الله ما بشوف وشي. Oh.
يا سيدي اللي بيشوفك عم تاكل هيك بيقول لك سنين ودايق الاكل. لك وحياة ربي فعلا كانه صار لي سنين مواكي. تراجع وكل شيء طعمته تغيري. علي حلال حاسس طعمة البصل صارت لحمة. يا زيز بيشوفك فرحان لهالدرجة بيقول علام يا أخوك يا ابن عمك. مشكلتك إنه هلا ما بتعرف وين رايحين. مفكر كل القصة في سلايب في سلايب. بس فعلا لو كان أخي ما كنت فرحت له كل هالقد. لأنه لو كان أخي ما رح يجي منه هديك الحسبة. ولو كان أخي كمان ما حيقلب لي حياتي فوقاني تحتاني وطلعني من النشح اللي أنا عايش فيه. والله خايف نكون بالآخر عم نحلم. لا عمي لا، الحلم بلش يصير حقيقة. وحياتك مثل ما أني شايفك إنه الشاب ليأخذ براءة. أنت بس خليك معي وما تقلق. وبركي غدر فينا وبعد ما طلع قال بلط والزرقة. هلأ في عقيل جديد بالضرب. عقيل القديم طلع براتي ضب غراض وراح بدون رجعة. قلبي بلش يتسى وعقلاتي بطل يتذاكر فيهم حلاوة. والله يا خوفي قلبك يقسى علي أنا كمان يا عقيل. لأنه اللي بيتغير بيتغير مع الكل. شو؟ شايفك ما جاوبت. عم نتسمى عم ناكل. دول بدل ما يبرد لك. إنه هي المرة ما بيجي من وراها إلا البلا، بس ما صدقتني. البلا مني مو منها. لك يا ابني الحقد بيعمي قلب صاحبه، وهي جرتك لحتى تحقد مثلها. وقت اللي حكيت أنا هبيت وشي مثل البارود. هلا ما عاد ينفع الحكي. لا بينفع يا ابني، قولي الحقيقة واللي بده يصير يصير. بس ممكن فوت على السجن. مو ذنبك؟ مو ركبت راسك وحلفت يمين كذب؟ تحمل. يعني؟ يعني لازم ترجع للحق، والله ما بيضيمك. بس أنا كتير خايف. كان لازم تخاف الله أكتر. وحياة عيوني أنا عم بحكي معك هيك قلبي عم يتقطع. بس أنا إذا بحبك لازم خليك تصفي نيتك وتقول الحقيقة. شو بدك؟ هلا هيك رد الناس؟ مالي رأي لك. ها شو بدك احكي على السريع؟ حكى معي عمار. مين بطيخ؟ عمار اللي بيشتغل عند ابو نبال. ابو نبال في عنده شغل اليوم. حكى معي عمار وقال لي اذا بتحب تجيب حدا معك جيبه. فقمت انا تذكرتك وقت اللي طلبت تشوفه. ايه شو ايه؟ بتروح؟ ايه بروح. ليك جابر الشغل مع هذا الزلمه كتير خطير. والشغلة يمكن يكون فيها قصر آبها. فشو؟ تروح؟ خلاص شبك حمل لك بروح. لكان الموعد اليوم على 8. على 8؟ وين على 8؟ وين انت هلا؟ أنا عند أبو مقداد. خلاص معناها أنا بكون عندك على 8. ولا إلا أنت عند أبو مقداد بالمشفى؟ خلاص يمكن يجي لعندك قبل. طيب ما راح أتحرك إلا على الموعد. يلا يلعبك. شي شباب لك سكر وش ابن الحرام؟ العم شو قصته هك؟ صار عم يحكي ترى للي ها؟ يا سيدي كل واحد بيمشي على رجلتين يطلع له يعمل اللي بده اياه وحلال عليه. روق ابو مقداد. روق شباك كبرها بتكبر صغيرة بتصغر. ابو مقداد يا حسرتي على ابو مقداد. يا اولاد الصرماي يا حرمي يا عديم من الشرف. ابو زين بدي المسدس عندي مشوار ضروري لازم يكون معك. ابو زين اجي من طريقك لا يهم
اعمل لك بدي المسدس. يعني بروح البيت ام الزين تعطيني اياه؟ ايه ماشي فهمت عليك. خلاص انا فوت بجيبه وانت وين حاطه؟ ايه ماشي. بس ليه؟ الا لام الزين اللي جاي لعندكم على البيت. تيسر.